اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم. وصلنا الى كلام مهم، بعضمة لسانه احمدوا ربنا الفار اتاخر. كلام مهم جدا بعضمة لسانه، لكن خلينا نقول انه بمجرد الحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات والمهندس عدلي القيعي كان له تعليق على شيء ما في المقدمة، طلع الدكتور مدحت العدل. الأول هقول لكم الدكتور مدحت العدل هو راجل كاتب سيناريست، وطبعا من أبناء العدل جروب، شركة الإنتاج السينمائي الكبيرة، وواحد محسوب على زمرة المثقفين، حد رأيه مهم ومتفاعل جدا على السوشيال ميديا بالذات في تويتر. دكتور مدحت علق على ما قاله المهندس عادل القيعي، فقال الجمهور اللي منه نجيب محفوظ واحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش هيعرفوا فاوست وصاحب اغنيه بحبك يا حمار سعد الصغير مشجع احد الانديه العربيه هيعرفوا، يا امه ضحكت من جهلها الامم. استاذ ابراهيم هنشرح دلوقتي، ولا اظن ان دكتور مدحت العدل يعني مش عارف الحقيقه. هو داخل في سجال وبقاله مده منشغل قوي انه يبقى على السوشيال ميديا له مكانه. لكن انا النقطه اللي استوقفتني جدا هو اللي كتب الحلم العربي يتهم هذا الشعب انه امه جهله ضحكت من جهلها الامم، لمجرد انه يعمل افيه او يعمل يخش فيه مسجله او مكايده مع اي حد. طبعا مساله ان هو كان قال لك ايه، طب ما هو فسر المساله شويه، لانه عشان برضو اللي ما تابعناش الحلقه اللي فاتت، المهندس عادل القيعي في البدايه كان قال لك انه اشار الى فاوست وقال لك فاوست الرجل الذي باع نفسه للشيطان. كويس، لا جاب سيره حد ولا محتاج. لا ده انا قلت المشهد يذكرني بفاوست. بفاوست الذي باع نفسه للشيطان. واحد رجع شخص كتب الدكتور مدحت العدل اللي انتوا شفتوه ده، اللي مس الجمهور واللي احنا لازم نقف عنده، لانه عنده هو حرص على هذا الفرز الاجتماعي الطبقي الغريب، هنقف عنده بالتاكيد. لكن هو كمان في مداخله له مع احد البرامج حب يشرح ليه قال هذا الكلام اللي اتهم فيه بالتنمر. ليه مدحت العدل او الدكتور مدحت العدل مع حفظ اللقب كتب ما كتب على تويتر، والموضوع تصاعد وصل لمدحت العدل متنمر ورد فعل حضرتك؟ لقيت هاشتاج. بص يا ببساطه، طلع حد في قناه الاهلي بيتكلم على جمهور الزمالك وبيقول عليه ان هو فاوست. خلاص، فاوست هو الرجل الذي باع نفسه للشيطان. تمام؟ فرد. انا اسفه يا دكتور ما سمعتش حضرتك، نرفع الصوت يا شباب. بقول لك يعني حد ذكر ان جمهور الزمالك يشبه فاوست، وفاوست للناس اللي ما يعرفوش، وكثيرون طبعا ما يعرفوش مين فاوست. فاوست جوتا، اسطوره فاوست، واسطوره الرجل الذي باع نفسه للشيطان. كتبها جوتا وكتبها طبعا ما يعرفوش غير القلائل من المثقفين. فرد فلان برضه واحد من الاهليه مش عايز اقول اسمه، قال يا عم فاوست مين، انت فاهم ان كل يعرفوا مين فاوست؟ خلاص على جمهور الزمالك، يبقى انت راجل بتتنمر على جمهور. تمام تمام. فانا رديت قلت له يعني الجمهور اللي منه مجدي يعقوب ونجيب محفوظ واحمد زويل وكبار مثقفين مصر مش عارفين مين هو فاوست، واللي عارفه الجمهور اللي منه كذا كذا اللي منه فلان الفلاني بالظبط، فلان اللي غنى كذا. تمام، هي امه ضحكت من جهلها الامه. طيب سمعنا كلام الدكتور مدحت العدل بعضمة لسانه.